هاي هدول سلم لي على ابوك يا عمي وقول له هاي احلى جاجتين للقطاط اللي عندك. ماشي ماشي، سلم عليه يابا. شو هذا يا عمي؟ مالك؟ شو هذا؟ شو فيه؟ للقطاط يا زلمة، للقطاط. حرام عليك يا زلمة، والله في ناس مشتهيينه يا زلمة. جاجتين للقطاط، لهون وصل فيك البطر يا زلمة. الله أكبر يا زلمة، الله أكبر، والله العظيم حرام. خلينا أفهمك، خلينا شو تفهمني يا زلمة، شو تفهمني؟ جاجتين للقطاط، خلينا أفهمك. والله هذا بطر يا عمي، حرام عليك. أول بالك أفهمك القصة. تفضل يا عمي فهمني. عليكم السلام ورحمة الله. أهلين أهلين عمي. سلم عليك أبي، بقول لك أعطيني جناحات ودوس اللي دايما بياخذهم فيني. حياك الله يا عمي، هاي كيس، خذ هاي كيس وهيو عبي شو بدك. ماشي ماشي يلا. أكم بسة أنتو عندكو يا عمي؟ شو كمان بسة يا عمي؟ إحنا فيش إلا بساس. طب مش أبوك بياخدهم للبساس؟ مش بياخد الروس والهذا للبساس أبوك؟ لا يا عم، فيش إلا بساس. مش عندكو بساس؟ أو ليش أبوك بيجي بياخدهم؟ أبي بياخد لنا إياهم، بيطبخ لنا إياهم ناكلهم أنا وإخوتي. شو؟ بيطبخ لنا إياهم ناكلهم أنا وإخوتي. أبوك بياخدهم عشان تطبخوهم إلك ولإخوتك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يا رامز. أيوه. تعال بعينك الله. زبط لك جاجتين واعطيهم لهالشاب هذا وخليه ياخذهم، نقيهم من ضاف. عينك الله. ايوه زبط له اياهم. وعرفت شو القصه يا عمي؟ عرفت شو القصه يا عمي؟ عرفت شو القصه؟ وصدقني يوم ما يجي الحج او الولد وياخذ من عندي انه بكون احسن يوم شغل عندي. للامانه يا عمي اني انا ظلمتك، وللامانه الله يكثر خيرك والله يجزيك كل الخير. للامانه انه الناس اللي زيك في هالبلد قلال يا عمي، والله يا عمي قلال، وانا ظلمتك وسامحني يا عمي، سامحني للامانه اني ظلمتك. احنا بنبقى ندور على الناس اللي محتاجه، بنبقى ندور عليهم ادواره علشان نعطيهم. احنا يا عمي اذا ما طلعناش لهذا ولهذا 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 ربنا برزقناش. كل هذا كلياته هذا من خير الله يا عمي. احنا يا عمي السعان الدنيا فيها خير، السعان الدنيا فيها خير. الناس اللي زيك في هالبلد قلال يا عمي، والله يا عمي قلال، وانا ظلمتك وسامحني يا عمي، سامحني للامانه اني